شايف الكلب اللي في شارعكم ده؟ تمنه 6 مليون جنيه. انت متخيل الكلب اللي تحت بيتكم تمنه بالسعر ده؟ ده طلع كنز، بس انت مش واخد بالك. وعلشان كده في ناس قالت لك طب ليه ما نضربش عصفورين بحجر واحد؟ ومن هنا بدأت قصة تصدير الكلاب لكوريا ب 120 ألف دولار. انا اير وليلي، كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. انت محتاج دولار واللي جنبك محتاج دولار، من الاخر مصر كلها بتدور على الدولار، بس تجيبه ازاي؟ هو ده اللغز. بس النائبه ايات الحداد عضو مجلس النواب فكرت في حته تانيه خالص، علشان كده قدمت اقتراح لمجلس النواب بتسال ليه ما نصدرش كلاب الشوارع لدول زي الصين وكوريا وفي المقابل ناخد ثمنها دولارات. كده كده احنا الكسبانين منها، نخلص من ظاهره الكلاب بتاعت الشوارع اللي انتشرت في مصر وبقت مصدر رعب لناس كتير، خصوصا الصغيرين واللي تعرضوا هجمة الكلاب الضالة. وفي نفس الوقت ما نديش الفرصة لردود أفعال غلط من الأهالي واللي بدأوا يخلصوا من كلاب الشوارع بطرق صعبة من الخوف على نفسهم وعلى أولادهم. برضو هتبقى وفرت مصدر جديد للدولار في وسط أزمة العملة الصعبة واللي بتعاني منها مصر. علشان كده ما تقلقش، أكدت أن كوريا من أبرز الدول المهتمة بالكلاب وتوفر ليهم رعاية صحية وأماكن آمنة. ممكن كمان نتفق معاها على سعر مناسب لتصدير الكلاب، سواء التصدير بالمجموعة مقابل 120 ألف دولار او للكلب الواحد، يعني بسعر السوق السوداء 6 مليون جنيه مصري، وهيتم تحديد السعر المناسب بعد مناقشه المقترح. بس الحقيقه بقى ان دي مش اول مره حد يتكلم عن تصدير الكلاب الضاله لخارج مصر، منهم مثلا النائبه رشا ابو شقره واللي قالت ان مصر فيها اكتر من 12 مليون كلب شوارع بيجيب الامراض للناس وفي نفس الوقت بيهدد السياحه، علشان كده التصدير حل مناسب. بس منى خليل رئيسه اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان رفضت الحكايه من اولها لاخرها، واكدت ان تصدير الكلاب حاجه مش منطقيه، خصوصا لو مفيش بنود توضح اعراض التصدير، لاننا كده هنبقى بنسلم الكلاب بغرض الاكل. طبعا ده بيفسر لك ليه التصدير بيكون لدول اسيا وتحديدا كوريا والصين، وده ببساطه لانهم بياكلوا الكلاب والقطط بكميات كبيره جدا، وده مرفوض تماما. حتى في ناس في الدول دي بدات تنادي بوقف النوع ده من العادات، بلاها ممكن تجيب لنا مشاكل صحيه ما كانتش تخطر على بال حد. الغريب بقى انه من 2018 والجدل مستمر، ساعتها طلعت اخبار عن قرار من الحكومه بتصدير القطط والكلاب المصريه للخارج، لقينا محمد صلاح منزل تويته بيقول فيها ان تصدير القطط والكلاب لاي مكان مش هيحصل، وانسى ان ده ممكن يحصل. بعدين نزل صوره ليه مع قطتين علشان ياكد رفضه تماما للفكره اللي بتخالف حقوق الحيوانات. لكن وزاره الزراعه طلعت بعد كده ونفت الاخبار، واكدت ان الوزاره لا بتصدر ولا بتستورد اي كلاب او قطط، لكن ما فيش قانون بيمنع سفرها مع صاحبها، خصوصا لو بنتكلم عن كلب او قطه او اتنين. لكن في حاله زياده العدد عن اتنين كده بندخل في بند التصدير، ولازم يكون الشخص مقيد في سجل المصدرين. حسب كلام وفي 5 شروط أساسيين لتصدير الكلاب والقطط أو سفرهم للخارج، وهم الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كمان تحصين الحيوانات ضد مشاكل صحية ممكن تتنقل بين الإنسان والحيوان. رقم 3 هو حصول الحيوان على جواز سفر خاص بيه. 4 شهادة صحية للكلب أو القطة. وأخيرا إصدار موافقة إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة. في النهاية انت بقى مع تصدير الكلاب ولا ضد الفكرة دي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.